أحلى مساء الخير. 9 مشاركين غدروا البرنامج ولسه فاضل 4 مشاركين وبرنامج سوبر ستار مكمل. نحب طبعا نوجه تحية لرحاب صالح اللي غدرت البرنامج الأسبوع اللي فات ونتمنى لها كل النجاح. ولسه فاضل أسبوعين عشان نعرف مين اللي هينجح ويحمل لقب سوبر ستار العرب 2007. يا ترى أحمد من لبنان ولا سعد من المغرب ولا مروان من تونس ولا يسرى من تونس؟ انتوا اصحاب القرار، انتوا اللي بتصوتوا عبر التليفون الاس ام اس او الويب سايت www.futuresuperstar.com. كالعاده بنوعدكم ان حلقتنا النهارده هتبقى حلوه جدا وجامده جدا، بس في الاول نحب نرحب باللجنه. مساء الخير مدام فاديه. مساء الخير. مساء الخير استاذ الياس. مساء الخير. مساء الخير استاذ عبد الله. مساء النور. مساء الخير استاذ زياد. بانسوار. بانسوار. ملاحظ ان قاعدين بعيد عنك، خايفين منك ولا؟ حياتي عذاب خير. طبعا نرحب بالفرقه الموسيقيه والمايسترو بسام بدور. الصحفيين اللي معانا في الاستوديو مساء الخير. وطبعا الجمهور الجميل اللي معانا في الاستوديو مساء الخير. الضيفه اللي معانا في الاستوديو النهارده جميله جدا، مش بس جميله بشكلها الخارجي بس طبعا بصوتها الساحر والرائع. عندها اغاني ناجحه جدا ونجمه مش بس في لبنان بس في العالم العربي كله. خلينا مع بعض نرحب بالفنانة كارول سماحة. كارول اتشرفنا بحضورك ومتاكد ان الحلقه هتبقى حلوه جدا بوجودك معانا. ميرسي جدا. ان شاء الله. وانا للشرف انه اكون موجوده الليله لاول مره بسوبر ستار، وكثير لاول مره يعني حابه اتمتع بسماع المشتركين لايف باستوديو. نورت الاستوديو. شكرا. الاسبوع اللي فات المشاركين كلهم راحوا على بلادهم وزاروا اهاليهم، خلينا دلوقتي نشوف اصحابهم عملوا ايه لما شافوهم في بلادهم. اتفضل. الاسبوع هذا المشتركين بعدهم ببلاد. هني هون بلبنان بالاستوديو، بس حتشوفوا المشتركين ببلادهم ونتعرف على اصحابهم هالمره. عن غلطات مش غلط بالنسبه لي، بالنسبه لينا يعني ستار. يسرى قلب كبير عسل. شو ستاركو؟ احمد كثير صوته حلو، كثير انسان راقي. وكل ما عرفتوا اكثر من المشتركين كل ما زاد حبكم لهم وكل ما زاد حبكم زاد تصويتكم مخافه عليهم من الخساره ومحبه بلعب سوبر ستار. ها هي الخطه. عم نمزح. Let's go.
تشتي تعيش حبيب قلبي يا عمري يا ريت الكون بأمري وأجيب الشمس عندك ليكي وحدك وأوصل وعدي لكن ما بيتحيلة غير الكلمة الجميلة وأنا من قلبي بحلم تبقى ليا ليا وحدي يا حبيب قلبي يا نور عيني يا حلم بعيد بعيد أنا نادي لك لنور بالهوى قلبي الوحيد اسمعني شو بدي اقول انت بدي كلها رح خليك للناس تعرف شو اخباري كلها اسمعني شو بدي اقول انت بدي كلها رح خليك للناس تعرف شو اخباري كلها يا حبيبي قلهم هي اللي قلبي حب مدام القصة كبر ما عنديش اتخبى نهايتا يا عمري قدرنا ولا قوبت شرقنا نهايتا يا عمري قدرنا ولا قوبت شرقنا لو غبت نهار عن قلبي وما طلعي فاك فكيف يحتار انتهت وما ردعي وتمر ببالي كتير بهالليالي انتهى عبيابك تعاش وبحال كيف بدي اعيش من دونك احلامي من دون عيونك شفت سوى ايامي كيف بدي اعيش من دونك احلامي من دون عيونك شفت سوى ايامي كيف يسرى محنوش من تونس احمد حسين من لبنان مروان علي من تونس وسعد مجرد من المغرب اربع مشاركين لسه برنامج سوبر ستار وكل واحد النهارده برضه حيرجع من اول وجديد يغني اغنيتين خلينا نبتدي المنافسه باول اغنيه من اول مشترك احمد حسين من لبنان انا على الساحه على فكره عندي حفله زي ما قلت لك ايه عرس هلا بدي اغني اغنيتين حي محمد هو اكبر واحد بالعيله بيجي بعد منه خي سامر بيجي بعد منه خي سمير وبيجي انا انتوا فاضيين ولا انتوا نشيل لانه الموضوع مطول شوي نمبر 4 بك مشاهي وحس قلي حبايبنا اكيد نحن بعد ما نكون اخوه بنكون مثل اصدقاء مع بعض كل شيء متفاهمين عليه اي شيء بيصير معي انا ك ك كرابع واحد بيجي بحكي معه هو اكبر واحد بالعيله بكون جدا متفاهم حتى لو كان هذا الشيء غلط بكون جدا متفاهم متقبل الوضع وبيعلمني على الصح عجبني عن غلطات مش غلط
بس هو عنده هواية كان بالسيارات بلا فضايح. ايه فمرة كان مأجر سيارة كسرنا الموتير والفيتاس تبعه فانكسرت. وصلت فيه قلت له انا ب منطقة اسمها بنادر بعيدة كمان بالكويت. السيارة مكسورة وواقفة بالشارع. فقام بالواجب يعني هو سمعنا كلمتين بعدين بعت لي ونش واخذ السيارة. يا عيني من تراب مش عليها الاحباب. اكيد شو ما صار معي شو ما صار معي اكثر واحد بيوقف معي من بعد والدتي ووالدي هو اخوي محمد. وهو وقف معي وقفه بصراحه يعني وقفه العمر مثل ما بيقولوا. ما حدا عمل رد غير يقدم بدي الكل يرد معنا. اوكي يلا خلينا نشوف الصبايا ولا الشباب. عندك بحريه شباب سمروا الشرقية. نعطيه نصيحة انه دير باله على نفسه ولو صار ستار يعني هو يعتبر ستار لو صار سوبر ستار يضل مثل ما هو على طبيعته ما ينغر ما تاخده من غرور. اكيد لازم كل الناس تصوت لاحمد لانه احمد كثير صوته حلو كثير انسان راقي وبيستاهل. ترغلي لسلطان الطرب جورج وسوف اول اغنيه حيغنيها احمد حسين من لبنان. ليلة وداعك بكيت النعيا وغنت معي على حنيا ويلي رايحة ويا جوعة الغمرات عخصر زنب اشميلي ليلي وكانت اخر السهرات اتعيش فيها قلت يا ليلي خد لي ليالي كل عمري وهات بعد ليلي مثل هالليلي ترغلي يا ترغلي غلي بضلوع عيغي ترغلي يا ترغلي غلي بضلوع عيغي والبدي قلبي الغالي لو كانوا سعروا غالي والبدي قلبي الغالي لو كانوا سعروا غالي بنرخص ما بنغلي بنرخص ما بنغلي خلي خلي لي بروحي خليك بقلبي لا تروحي خلي خلي لي بروحي خليك بقلبي لا تروحي وعليك بغار للوي نهار أنا عليك بغار للوي نهار وإن بدي قلبي غالي لو كانوا سعروا غالي والبدي قلب الغالي آه من رخص ما من غلي من رخص ما من غلي
سعره غالي والبدر قلب الغالي لو كانوا سعره غالي من رخص ما بنغني من رخص ما بنغني من رخص ما بنغني من رخص ما احمد يا خي احمد انت هلا لك يا خي بس شو بكون له ما نحن معكم مش ضدكم شو بكون خي احمد حكيوا عنا الشباب شو بدي اقول لك انت صاروخ فلتين بهالوديان كنت اليوم بلشت وما عدت توقف بالموال وما بدي اقول بالغنية اذا في شي نتفي مرقك زغلا احمد من بعد ما قطعت بالحلقات الاخيرة سمعتنا كلاسيكيات رومانسيات لبنانيات وطربيات بعتقد انه منيح كن انه نسمعك بالشعبي مثل هلأ الموال طبعا بيفرجع عن شطارتك الغنية بتمشي منها الحالة يعني ما بدها مين يغني كلها ونحن غنيناها كان مش الحال موفق انا حب اسمع الغنية التانية موفق بالنسبة لهلأ مرحبا يا ميت اهلا كيف الجمهور اول شيء سعيدة ليك احمد انت كويس وثابت كويس وثابت عرفت كيف بمغناك واللي ثابت فيه اكتر من مغناك هو اخلاقك اخلاقك كثير عالية شكرا كثير والنجم والنجم اذا بده يكون نجم سوبر ستار او نجم بعالمنا العربي الاساس بده يكون هو الاخلاق فانت بتتمتع بهالاخلاق العاليه برافو عليك وكفي هيك احمد اول شيء انت دخلت المسرح فرحان عكس البروفا امبارح شفتك عندك خيبة أمل كبيرة ما أعرف ليش اليوم دخلت ولحماسك أنا تحمست والجمهور تحمس كمان شوف أحمد أنا عن جد من داخليا من الأول كنت أتمنى أن متسابق لبناني يوصل لهذه المرحلة وأعتقد من بين الكل كنت أنت الأحق يا أحمد تستاهل ربنا يوفقك شكرا سؤال سريع حلمك انك تبقى سوبر ستار اكيد احمد حلمه انه يبقى سوبر ستار بس مش هيحصل غير بتصويتكم انتو الخطوط مفتوحة لكل المشتركين من دلوقتي بعد الاعلان هنسمع اول اغنية ليسرى من تونس وسعد من المغرب خليكم معنا بنرحب بكم مرة تانية مباشرة على الهواء ونفكركم ان من كل انحاء العالم ممكن تتابعوا حلقات سوبر ستار مباشرة على اذاعة الشرق على موجة 88.3 او 88.7 كل انحاء العالم سوبر ستار على اذاعة الشرق كارول ايمن زيك زيك عارفين ان تعرض على حضرتك مسرحية سانوبيا بعدين لاسباب شخصية ما قدرتيش تعمليها بعدين اتعرضت على الفنانة التونسية لطيفة وبرضو هي ما قدرتش تعملها رجعت حضرتك تعمليها دلوقتي الأسباب اللي وبعدين لا بعدين وبعد كده ليه بعد 4 سنين رجعتي على مسرح الرحابنة أول شيء لأنه هيدا بيتي بعتبره مسرح الرحابنة يعني هيدا بيتي
وانا ما بعتبر اني تركت لارجع، بالعكس حبيت اكون عندي تجربتي الخاصه مثل اي انسان بحب يعمل هويته او تجربته الخاصه يعني. مشان هيك هالاربع سنين الاستراحه اللي عملتهم كانوا هيك مقصودين لفتش على اشياء تانية يمكن ما كنت عملتها قبل. اما ليش رجعت على المسرح وليش زانوبيا؟ اول شيء شوقي وحبي للمسرح واشتياقي لارجع المس هالاحساس مع الناس مباشره، كان تمثيلا وصوتا واستعراضا، شغله مهمه بحياتي. انا برايي دائما المسرح هو لحظه صدق وغير عن اللي بنعيشه بالكاميرا اللي دائما بالتصوير وبالمونتاج اللي اوقات بيروح بتقص مشاهد ما بتعجبك، بتقصر بتشيل. المسرح هو بيفضح الفنان اذا بدك، بيعريه، بيفرجيه على حقيقته ان كان حتى ممثل او مطرب. فهذا التحدي الاكبر لإلي، انه دائما ارجع انا اتحدى، مش العالم، اتحدى حالي، اختبر حالي قد ايه انا قادره اكون صادقه مع هالعالم اللي عم يحضروني. فمشان هيك زانوبيا كانت اذا بدك بعتبرها انا من اجمل ادوار حياتي لحد هلا. الاستاذ الياس كان مشارك كبير بالعمل، كمان بعمل زانوبيا اللي عرض بدبي وقريبا رح يكون ببيروت. انا بحب اقول شغلي سقفيه، لانه نحن بالبرنامج اعتدنا بالماضي نحكي شوي سقفيه، مش كل الوقت مثل المدرسه نسمع بعضنا. انا بدي اقول الدور اللي عملته كارول من اهم الادوار اللي شفتها حتى بالافلام، انه دور زانوبيا كانت على المسرح انا نسيت الغنى ونسيت كل شيء، صرت انطر حتى تفوت على المسرح، لانه التمثيل اللي عملته مش عادي، فوق العادي. وبحب اقول عندما يصل المطرب او المطربه الى المسرح يكون معموديه الدم اللي بيعملها الجيش، هيك بيكون السقف الكبيره والعمق الانساني على المسرح، هيدا بيربح المغني اللي بيقدر يوصل يعمل مسرحيات. وانا بهني كارول على هالدور، وانا عم بسعى اجيب ممول يعمل لها فيلم سينما تكون بطلته هي من نوع من هالادوار. شكرا كارول، شكرا استاذ الياس. خلينا نكمل المنافسة مع يسرى محنوش من تونس. مزيانة هي روحي هي مزيانة صنع ربي ليا مزيانة هي روحي هي احنا توا في سيدي بوسعيد في قهوة سيدي الشبعان. القهوة هذي نحبها برشا 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 خاطر ديما نجيها انا واصحابي واصحابي شوية توا تشوفوهم توا وش نشوفو كيفاش هما. كريمة جدا، يسرى حب، رقيقة، مجنونة، صاحب جو، قربة. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Blessed day, the dark sacred night.
اوقاتي بتحلو للموسيقى سيد مكاوي هنسمعها دلوقتي بصوت يسرى محنوش من تونس. مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوة الايام ونعيمي وسعد بليالي مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بليالي مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك اليوم وياه مساوي زمان اليوم وياه مساوي زمان وأكتر بزمان ميت بكرة قلل بلقاك أنوار وأمان قلل بلقاك أفرح وأمان حتى ولو كان من غير قمر أنا لك على طول دايما مشغول بحلم وبنون وبغني وأقول أنا لك على طول دايما مشغول بحلم وبنون وبغني وأقول أنا أوقاتي بتحلو بتحلو معاك وحياتي تكمل برضاك ويا روحي ساعدني ملقاك يسرى. الاحتراف الحقيقي هو لما أشخاص مثلنا نحن بيعرفوكن ورا المسرح بيلتقوا فيكن مبارح واليوم وبيشوفوكن بأي حالة نفسية وبأي اضطراب أنتم موجودين. أنت اليوم أنا عرفتك بأي حالة نفسية موجودة وبرجع بشوفك ظاهرة على المسرح قدام كل هالموجودين المحترمين هون والملايين المشاهدين شوف انه قادرة تسيطر على نفسك بشكل كتير محترف وهيدي اول بداية الاحتراف عندك. شغلة تانية انه كل الناس ما بعرف لمين عم بيصوتوا ما عندي صلاحية اعرف لمين عم بيصوتوا مين اكتر عم نسبة تصويت عم بيجي بس شيء اكيد بالمجالس الخاصة انت شخص عم بنسأل عنه كتير كل الناس حشرين يعرفوا اذا انت رح تكوني بالاخر ولا لا. انا مش بنحازة بس انا بعتبر انه انت بتستاهلي تكوني بالاخر. من أول مرة الحب من أول نظرة لأنه أنا من هيديك المرة فكرت بهذيك النظرة وطلعت هذه النظرة فإذا ردوا وراي سبحان الله العاطي هذا الصوت مش قليلي والله شو شاطرين والله برافو شكرا. من أول نظرة مراتك عارفة عن الموضوع ده؟
أنا مش فارقة معي حدا من أول نظرة. هلا هلا الياس ببات عندي بالأوتيل اليوم. أوكي مراتك أنت عارفة الموضوع ده؟ أوكي دارنا اثنين خلاص. طيب حلمها برضو أنها تبقى سوبر ستار، أنتوا اللي هتنقذوها. خلينا دلوقتي نشوف سعد مجرد من المغرب. وانت حارمني تصوروش حال فرحان اليوم اللي جيت لدارنا وشفت بابا وماما اللي ما شفتهمش هذه مدة دي سنة تقريبا مدة طويلة. كما كتشوف حدايا ولد أمي أيوب وحدايا ولد أمي بدر وحدايا صديقة الطفولة عبير. مساء الخير. اسمي باسم عائلة ديال المجرد كاملين ترحبوا بالتلفزيون المستقبل هنا في الرباط. سعد ولد عمي عزيز عليا بزاف و تنحبو بزاف و انا فرحان له بزاف حيت مشارك في سوبر ستار. حبيبي قول round round get around I get around yeah get around round round I get around I get around. Qu'aujourd'hui, là, à la régie, ça n'arrête pas les SMS pour toi. Saad, huwa milad li najm jadid, sawtou ra'i' jiddan. Hna kanlqaw b'annahu kayghni mzyan, 'andou wahed l'adouba fi sawt w kantmenna anhu ykon fa'iz super star li'annahu yestahq l'sawt. C'est mon voisin, c'est mon ami d'enfance et tout. Et je suis vraiment très heureuse, c'est une star quoi. Et bon courage, bon courage. On t'aime beaucoup, bizarre, on t'aime le bon chat du Maghreb. Ils sont le Saad, ils sont le Saad Marra, ou Jouj, ou Tlata, ou ils sont le Lima Smash. Lima Saad. وصاحبه ما سمعش يقول له راه سعد كاين ويقول وصاحبه يقول لصاحبي اخر وكل شيء يقول هذا الشيء باش يصوتوا على سعد. When we're out together dancing cheek to cheek. يا لله للفنان صابر الرباعي. حنسمعها دلوقتي بصوت سعد مجرد من المغرب. يهون الليل وسهر الليل وحزاني يا لله ومهما يطول عذاب البول همي يزول يا لله لو شفتك لو بست خدودك لو مرة يا لله حس بروحي طير وطاير في العادي يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله. Thank you.
لو بوست خدود لو منراه يا لله حس بروحي طير وطاير في العادي يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله شمع اللي تضوى ليالي يا لله نحتاج البس ما تنسيني يا لله ايام اللي عدت مرة وسنيني يا لله انت الدنيا وكل الدنيا وما فيها يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله شكرا شكرا رائع الله يخليك استاذ شكرا بالنسبة للأغنية هذه هي أغنية إيقاعية يعني من الصعب الأغاني الإيقاعية اللي فيها اللحن ما في غزارة يعني كثيرة أنك تشبع اللحن أنت عندك عامل المفاجأة كثير مهم يعني دائما بتكون في الحفل على المسرح عندك أكثر عطاء من البروفا وأنا يعجبني الشخص اللي بالبروفا يعني يتلمس حسه يعني بالبداية يحس نفسه كيف حيكون في البرايم ويعمل مفاجأة للجمهور لنا هذه الأغنية أنا ما توقعت تطلع منك بهذه الحلاوة الله فعلا حلو. رائع شكرا شكرا أستاذ رائع بس لسه محتاج تصويتكم هو وكل المشاركين بعد الإعلان هنسمع أول أغنية ضيفنا ضيفتنا كراول سمعها بس وأول أغنية للمشترك مروان من تونس غير عمري وصار يحل ايامي ما عاد عيوني يشوفوا غيرك قدامي من اول ما تلاقينا انا وياك في اشي غريب غير عمري وصار يحل ايامي ما عاد عيوني يشوفوا غيرك قدامي فجأة يلي حسيته اكبر مني لقيته وتحقق يلي حلمته من زمان وانا وخدني لعيونك بعد فيك عايش الدقيقة من دونك غال علي غال علي قرب لي لا تحرمني من حبك خاف علي حميني واتركني بغربك قرب لي قرب لي
صورت بحياتي في إنسان لو من مكان تقدر كلمي منه تسهر ليلالي ولما يبعد يبقى صوته ببالي ما تصورت بحياتي في إنسان لو من مكان تقدر كلمي منه تسهر ليلالي ولما يبعد يبقى صوته ببالي فجأة يلي حسيته أكبر مني لقيته واتحقق يلي حلمته من زمان بان علي ودورني وخدني لعيونك بعد فيه عيش الدقيقة من دونك بان علي غالي علي قرب لي لا تحرمني من حبك خاف علي خليني واتركني بغربك قرب لي قرب لي عيش الدنيا من دونك غالي علي غالي علي قرب لي لا تحرمني من حبك خاف علي خليني واتركني بغربك قرب لي قرب لي غالي علي الفنانة كارول سماحة جميلة جميلة جدا النهاردة شكرا قمر شكرا أيمن بحب أقول شكر لزهير مراد اللي دايما بيهتم بمظهري وبدي أقول لك أنت كمان دايما مغطية علي ومغطية على كل حد هنا حضرتك شكرا أيمن ثانك يو بقول لك لا لسه ثانية واحدة في سؤال زغلمة طيب احنا عارفين إن أنت بتحبي التمثيل ودرستي التمثيل المشاركين بتوعنا بيموتوا في التمثيل قد ايه ان واحد يدرس او يكون عنده خبره في التمثيل بتساعده على المسرح كفنان كمغني يعني هن مختلفين ما لهم علاقه صراحه بعد ما بفكر بالتمثيل وقت بكون عم غني لانه المطرب بس يكون واقف عم بيغني بيكون هو شخصيته هو عم بيغني بس لما بتكون على المسرح عم بتمثل بتكون عم تتخبى ورا شخصيه دايما نتخبى ورا شخصيات بنلعبها بننسى حالنا بينما المطرب مفروض يكون نفسه ما مش مطلوب منهم يمثلوا ابدا مطلوب منهم بس يحسوا شكرا شكرا خلينا دلوقتي نشوف مروان علي من تونس كان تو مع اصحابي يعني كلمتهم ما صدقوش قالوا لي كيفاش اللي في تونس وجينا البلاد العربي يعني متوحشهم برشا نمشي نشوفوا قهوه باش نقعدوا فيها عندكم لنا بوراوي فؤاد زهيه ويسرى وذا استاذي سي الاسعد يعني ويعني نمشيو تو للقهوه باش نقعدوا نشوفوا قهوه يلا صديقنا يعني نعرفو لينا مليش برشا سنين ملي تعرفنا عليه نحسوها ملي عرفناه يعني عنده مجال فن موهبة ديما نحسوها فيه مروان مش من اليوم هكا هو سوبر ستار ملي نعرفو احنا بالنسبة لينا يعني ستار وكنت معناتها نمشي بحذاه ونزل عود ونداو في بيته يعني لا لا تهلا كيكا واصحابكم والاهل الكل والفاميلي الكل الكل لا لا كيكا الكل اصحاب الكل عجبتني ياسر في يوم وليلة Happy birthday, Barsha.
لأنه شكله حلو، أنا صوته حلو، لأنه أخلاقه حلوة، لأنه يستحق صوته الحلو. أجمل نساء الدنيا للفنان صابر الرباعي، أول أغنية لمروان علي من تونس. مروان بيحتار الإنسان، أنا محتار شو بدي أقول عنك، لأنه بالصراحة إذا قلت ألقاب كتيرة صغير بتطلع بيقولوا ولو عم يعطي ألقاب من عمر 18 سنة، بس أنت بتستاهل لقب أستاذ بالمغنى. ولحظة عندي شيء تاني من شان أستاذ أيمن، بس لأنه عم نمرق عم نخفف حكي، بس بحب أسأل، نهار التنين الماضي حكى كلمة تلفنولي كتير ناس وصحفية. مني أنا؟ إيه لما طلعت رحاب، نهارك سعيد يا رحاب. قلت لأنه لما فيروز بغنولها عادة بيظهروا من البرنامج أو بيظهروا من قلت أنه صعب. صعب صعب أن يغنوا لست فيروز ويغنوا لها كويس، ما قلتش لأنه هيدا أسائد في ناس بتستاء، بس فيروز عنده المقدسة بقول لك صراحة، يعني فيروز بحب لكم يا أخوان على فكرة احنا انا بحب جاوب، خليني اقول لك انا بحب جاوب الناس لانه انتم ما بيوصلكم شيء ولا بيوصل للاداره شيء، فيسمحوا لنا اوقات ندافع ومش يقولوا لنا نحكي حكي بلا طعمه. انا بحب اقول اللي ما عارف شو فيروز والرحابني وزكي نصيف وتوفيق الباشا، هو اللي بنيوا الشرق يا اخوان، ما عم بيصير لنا وقت نحكيكم كلمه على الهواء، مش مزبوط هذا. انا عم بقول شو صار، وانا سمولي بدني على شيء بعد عندي مداخله ثاني مره
بعد الثاني مغني او الثالث, لانه فيروز ما بيغلطوا اللي بيغنوا معه او بيظهروا, لا هيدي كل الناس استاقوا يعني, ولو اذا فيروز عم تدقوا فيها ببرنامج سوبر ستار. قلت لهم انا يا اخوان مش قاصدين شيء, انا علي احمل راي الناس وقولوا بس. سوري, احنا احترمنا كله لسفرتنا للنجوم الست فيروز, ونتمنى ان كل المشاركين يغنوا لها اكيد. اوكي ما تزعلش, انا كمان هلا دوري انت تجيب له بونبوني. طيب تحيتي كمان للسيدة فيروز ولأيمن كمان. تنرجع لمروان لأنه بيستاهل نتوقف عنده. مروان أجمل نساء الدنيا, الحقيقة أغنية كتير صعبة, بدها دايما أجمل أصوات الدنيا تغنيها لأنه كتير صعبة. مسافاتك مش معقول شو عالية, وصحيح غنية غربية بس فيها عرب كتير. أنت أديت العرب كتير منيح بالصحبات الطويلة. كنت مش كتير برتاح مرات, كنت شوي صغيرة شوي صغيرة شي اللي يذكر يعني, نحن بنسمعهم أعلى من التيون تبع الموسيقى, بس أديتها كتير حلو بكتير إحساس كأنه عن جد في قدامك أقبل نساء الدنيا. هلا نتعجي في اثنين طبعا أكيد يعني. أستاذ المغنى محتاج تصويتكم. بعد الإعلان هنسمع تاني أغنية لأحمد من لبنان ويسر من تونس, خليكم معنا. نرحب بكم مرة تانية مباشرة على الهواء. نفكركم بسوبر ستار اكسترا مع زميلتي كارول الحاج, يبقى كل يوم خميس الساعة 8 توقيت المملكة العربية السعودية على المحطة الفضائية, ويوم الجمعة الساعة 7 توقيت لبنان على المحطة الأرضية. تعرفوا المشاركين بيعملوا ايه بقى في وسط الأسبوع. كارول, من قريب سجلتي أغنية مع الفنان مروان خوري وعملتي الفيديو كليب كمان من قريب, وكان في مخرج فرنساوي, تاني مرة تستخدمي المخرج الفرنساوي. ممكن تخبرينا أكتر عن تجربة الديو, وكمان ليه بقيتي تستخدمي مخرج غير عربي؟ هو لو تعاملت مع مخرج مصري حيقولي ليش مصري مش لبناني, هذا السؤال عن طول. معنى مصري يعني؟ لأنه أنت عم تحكيني ثائبت. بالنسبة أول شيء للديو, أنا عن جد كتير سعيدة بهالديو مع الفنان مروان خوري. يعني ما بحق لك قدي أنا بحبه شخصيا لمروان كفنان, وقدي فنه حقيقي وبيمسنا كلنا. فالغنية قريبا رح تنزل. بالنسبة للمخرج, ليش المخرج الفرنسي؟ بتعرف كل واحد أوقات بينبش على أفق جديدة, على صورة جديدة, بحب أوقات يقدم حاله بشكل جديد. يمكن أنا أغلبية المخرجين اللبنانية اللي تعملت معهم أو حتى اللي ما تعملت معهم شايفيني كتير, حاضريني على مسرح, حاضريني بالتلفزيون, بيعرفوا لي شخصيتي. وحسيت دايما عم بتقدم بنفس الصورة, وبدي أقول بدي أشكرهم لأنه عملوا لي أجمل الكليبات. يعني أسامي كتير اشتغلت معها من أجمل الكليبات اللي عملتها قدموا لي إياها, ولكن تياري حسيت أنه شايف فيي لأنه ما بيعرفني, ولأني ما بيعرف مش شايف شغلي قبل, شايف فيي نظرة شيء مختلف غيره ما شافه. هيدي النظرة أنا دايما ببحث عنها, كوني بشخصيتي دايما بتشوفني عندي حب للتنوع والتجدد. يمكن في إشياء الناس بتحبها, في ناس ما بتحبها, في إشياء بتقبلها, في إشياء لا. بس انت هنشوف الفيديو كليب قريب, مفروض من هلأ لأسبوعين قريبا. الأغنية اسمها يا رب, وبنتمنى لك يا رب كل النجاح. شكرا. طبعا نحب نوجه تحية للفنان مروان خوري كمان. يا غايب تعالى للسوبر ستار راغب علامة, تاني أغنية هنسمعها بصوت أحمد حسين من لبنان. I'm not afraid.
ململة وترجع ليالينا القديمة. ارجع يا حبيبي هواك ننسى الليالي القديمة فقدري ونصيبي معاك. ارجع ليالينا القديمة. ارجع يا حبيبي هواك ننسى الليالي الحزينة فقدري نصيبي معاك. يا غايب تعالى 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 استحالة عشاني عشاني يا أجمل الملا. يا أجمل الملا. لقينا الزمان اللي راح نسينا وناسي الجراح. كأنك ما غبتش سنين كأني ما عشتش حزين. حضنتك وكل حنين وطرنا روحي بزمان. تعالى تعالى استحالة يا يلا احمد. حقيقة احمد الاغنية الناس بتحبها وفكرها كويس من اول جزء. انت عدتنا لذكريات قديمة شوية. احنا هاي الاغنية عرفناها من اول سنة مع محمد لافي وحققت لها نجاح كبير. اتمنى ايضا انت ان هذه الاغنية تكون لك خطوة للأمام. وأغنيتها كويس يعني الأغنيتين اليوم اللي انت اخترتهم أنا شايف أنها اختيار موفق للأغنيتين. الأغنيتين فيهم إيقاع متحرك سريع وأنت اليوم ماسك العرب يعني ماسك طريقة غنائك مش مدروسة اليوم أكثر من كل وقت فات. أنا عموما بقول لكم كلكم أنتوا اليوم ما في أحد خسران. أنتوا الأربعة يعني اللي راح يخسر راح يكون الرابع وهذا شيء مشرف لكل المشتركين اللي وصلوا. وانتم الأربعة يا أحمد كلكم تستحقون اللقب. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا. أحمد مع أنه هالأسبوع كنت شوي أنت مضطرب اليوم شايفتك كتير مرتاح وهذه شغلة فجأتني فيها اليوم. طبعا الأغنية الثانية فرجت أكثر إمكانياتك مع العلم انه اثنينتهم سهلين بينعدوا يعني كاغاني مسابقه بينعدوا اغاني سهلين ما فيهم كثير مرجله بس ادائك وحضورك كان كثير منيح. واخر شيء بدي اقول انه انت كلبناني ما بقيت معنا لانه بس بدنا لبنانيه يعني مش فضله اللبنانيه بقي معنا بقي معنا خيره اللبنانيه ان شاء الله بتضل. انا بكل صراحه خايف خايف اسالك اي حاجه ان انت جايب اهل عكار معاك هنا اهو وكل شويه قبل ما خشيت على الاستوديو يعني كل شويه بالمنظر ده خلي بالك. خليك كويس مع احمد. هتساله ايه يا احمد ترى بيحبوك كتير والله. واضح بيحبوني دايما بيقولوا لي سلموا لي على ايمن سلم لي على ايمن سلم لي على ايمن والاستاذ زياد اكيد والله العظيم كل الناس اللي بقى لي انا بعرفهم بيسلموا عليك اكيد على اللجنه كلاتها. استاذ عبد الله لك سلام خاص كمان
استاذ الياس ومدام فاديه لكم سلام مني انا خاص. طيب استاذ احمد، ايه اول حاجه هتعملها لو حملت لقب سوبر ستار؟ ان شاء الله راح اعمل عمل مشرف ان شاء الله، بس مش حاضر اقول عليه، بس بوعدكم انه يكون عامل مشرف ان شاء الله. اوكي طيب، قويني بيك للفنانه سميره سعيد، هتبقى تاني اغنيه ليسرى محنوش من تونس. عمري ايه لو مش وياك، ايوة عايشة عشان بهواك، كل حلمي لقيته معاك فيك. الحياة يا حبيبي حياة، واللي قبلك مش فاكراك، واللي بعدك مش عايزاك. عايزة عايش عمري دي وانسى خوفي وانسى ضعفي، بين ايديك قويني بيك، قوي قلبي عشان يعيش. عمري بعدك ما يسويش، من زمان انا بستناك، قويني بيك. عايزه جوا عينيا اداريك، عايزه اعيش لك واموت فيك. عمري ايه لو مش قبلك عمر وراح، جوا حضنك انا برتاح، واللي عدى خلاص نسياه. احلى من اللي معاك عيشاه، واللي وانا جنبك حساه، كنت قبلك مش فاكراك. عايز اعيش عايز اعيش عمري بيك وانسى خوفي وانسى ضعفي، بين ايديك قوي قلبي عشان يعيش. عمري بالك ما يسويش، من زمان بستناك، قوي قلبي. عايزه جوا عينيا اداريك، عايزه اعيش لك واموت فيك. لو مش وياك يسرى، فشيت خلقك وغنيت الغنية، لأنه صرت كل كذا حلقة عم تتقدم بطلب أنه تغني هالغنية، وهالمرة توفق لك عليه. بس هالمرة يعني هالشي ما كان لصالحك بهالغنية للأسف. أنت بأول أغنية كنت مية عمية وكنت رائعة، بس بهالغنية يعني في قصص صارت ما كانت لازم تقطع. على كل حال هذا الشيء ما بيغير برايي، ما راح يغير شيء، يعني انت سوبر ستار من هلا. يسرى، يقول لي استاذ الياس ان انت وصلت الى نغمه المي في هذه الاغنيه. هذه المساحة في صوتك وانت صبتيها، يعني ما 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 نزلتي عن النغمة، صبتيها هذه المساحة. نعمة من الله، يعني مش يعني الصوت النسائي
يوصل لدرجات معينة في القرار عندك أنت لما توصلين في القرار تحت وفي الجوابات العالية، هذه المساحة مش عند أي فتاة يعني. هذه أول ميزة. ثاني شيء، الأغنية هذه مش سهلة، هذه فيها طعم الغربي يعني، مش شرقية. غنيتي حتى بين الأغنية الأولى شرقية بحتة سيد مكاوي، غنيتي جو مختلف تماما غربي. بالاثنين أنت ممتازة يسرى، نتوقع لك نجاح إن شاء الله كبير. تفضل. أنا عن جد حابة أقول شيء بعد إذن الأساتذة. أنا كمستمعة حابة أقول شغلة ليسرى، وخاصة بهالأغنية. في كتير أستاذ بتعرف، في كتير بيغنوا على العالي، بس مش الكل بس يغنوا على العالي. في ناس بتصرخ وفي ناس بتغني، في صريخ وفي غنانة على العالي مع إحساس. هيدا الفرق، وهذا اللي أنت عم تعمليه وصبتينا، وأنا عن جد بحب كتير شغلك. شكراً. قبل سؤالك، يسرى سوبر ستار جد زيادة، مين المركز الثاني طيب؟ لا المقصود هو انه يسرى انا بعدها رح توصل على الفينال، كيف ما بعرف بس رح توصل مع مين؟ طيب خلينا بلا ما تحرجنا. اوكي طيب يسرى، ثاني اسبوع ورا بعض اللجنة بتكون قاسية معاكي في البروفا، ومبارح شفتك انا كنت بتعيطي، ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا بصراحه بكيت مش من اللجنه، خاطر مستانسه باللجنه كي يقسوا علي، عندهم حق في محله. بكيت علاش؟ على خاطر صوتي تعب برشا، والغنيه هذه تحتاج طبقات عاليه. انا بالحق حبيت نغنيها، ونشكرك استاذ زياد اللي منحني الفرصه هذه، ونشكركم الكل، وان شاء الله تكون عجبتكم. اما بالحق راهو صوتي تعبان، والحمد لله يعني كما قال الاستاذ عبد الله صبت النوطه الحمد لله. ذاك شنو كنت نحب نعمل، الحمد لله يا رب. الحمد لله. برافو يا اسره. بعد الإعلان هنسمع تاني أغنية لسعد من المغرب ومروان من تونس، خليكم معنا. نرحب بكم مرة تانية مباشرة على الهواء. أخبار المشتركين ممكن تعرفوها أكتر عنها على نجوم لبنان على موجة 100.2 أو 100.5 FM، بس لو أنتوا في لبنان. كارول، ممكن نسمع مقطع من يا عشقة الوردة للفنان زكي نصيف؟ لا. أوكي شكرا. أكيد. مايسترو إذا جاهز المايسترو إذا. أستاذ بسام. نشوف الطبقة. يا عشقة الورد إن كنت على وادي، يا عشقة الورد إن كنت على وادي، فحبيبك منتظر يا عشقة الورد. حيران أينتظر والقلب به تجر، حيران أينتظر والقلب به تجر، ما الدلة ما القمر، ما النشوة ما السهر، إن
تقيل القلقي هايمة في الأفق سابحة في الشفق فهو يا مقل لن يجدي يا عاشقة الورد إن كنت على وادي يا عاشقة الورد إن كنت على وادي فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد هنكمل المنافسة وهنسمع دلوقتي كل داجن ليلي الموسيقار محمد عبد الوهاب تاني أغنية لسعد المجرد من المغرب قال لي كم كلمة يشبهن اسمة في ليالي الصيف فدني وفي قلبي شوقي العبي وفي خيالي الطيف صبحني في همي وويل نساني أنا من الليل خلاني أبقى نجي خلاني أبقى نجي نساني نساني أنا من الليل خلاني أبات أنا جي نساني 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 أنا من الليل خلاني أبات أنا جي خلاني نساني خلاني أبقى أنجي نساني أنا من الليل نساني 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 أنا من الليل نساني أنا من الليل خلاني هبات أنجي خلاني أبان أجي نساني أنا من الليل خلاني أبات أنا أجي نساني أنا من الليل كل ده كان ليه لما شفت عينيك كل ذا كان ليه لما شفت عينيك حن قلبي إليك وانشغلت
تعدي وانشغلت علي حن قلبي إلي وانشغلت عدي وانشغلت عدي وكده قلبي قلبي لي قدي لي سعد ماذا فعلت؟ أجبني ماذا فعلت؟ أنت مغني الرعب والسسبنس، ما حدا منظر اللي أنا مني منظر أبدا شوفك اليوم غير واحد بكل العمر اللي شفتك فيه. أنت حقيقة عملت أشياء مخيفة، مخيفة من الفرح، مش مخيفة رعب ومقتل، لا ممتاز جدا 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 جدا. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. الحمد لله. سعد أول مرة بتخاطر بتدخل علينا بأغنية على هالدرجة من الكلاسيكية، شغلة مش معودين عليها. أنت عادة اختصاصك أنه تغني تعطي كل أغنية النبض يلي بيحتاج لها. على العموم أنا ما بشوف أنه صوتك بيلبق له هالقد الكلاسيكية، يعني عادة أنت الأغنية الأولى نجحت فيها بامتياز، هلأ أديت منيح، أعطيت تعرف شو؟ انت مثل التلميذ، مثل التلميذ اللي ولا مره بيدرس بس مشان الناس على طول بينجح بين الاول. ثانك يو. ف يعني شكرا. هو اطراء بنفس الوقت، وبنفس الوقت صحيح انت على طول مشان الناس. ف مش حالك بهالاغنيه، غنيتها منيح مع العلم انه عبد الوهاب مش ايديال لك، مش دائما مش ستايل تبعك، بس رغم ذلك بتمنى لك التوفيق. ثانك يو. شكرا. ليش انا حظي هيك؟ حظي احكي دائما بالامور السلبيه مش الايجابيه، عرفت كيف؟ يا انا عندي عطل بطبل الدانتي يعني، يا انت غنيت بهالغنيه كنت بالموال كتير عاطل. وانت عملت اضرب من يسرى، عرفت كيف؟ يعني غنيه بيرفكت وغنية بالأرض. فبدكم تتعلموا شغلة أنه بكرة وقت تغني على مسرح أنت مش رح تغني غنية أو غنيتين، اسمع رح تغني عشرات الأغاني، فبدك تحافظ على الكور بطالع، مش طالع نازل طالع نازل، عرفت كيف؟ يلا موفق. شكرا شكرا أستاذ سعد. دلوقتي المستقبل ان شاء الله هتبقى نجم كبير جدا، وعايز اعرف مين حلمك انك تعمل ديو معاه؟ حلمي نعمل ديو مع الوالد الفنان الكبير. انا واقف جنبك ومش سامعك على فكره. حلمي نعمل ديو مع الوالد نتاعي ابي الفنان الكبير البشير عبدو، ونقدم له وجه له تحيه اكيد، ونوجه تحيه لامي الفنانه الكبيره زهر القراقي، ونوجه تحيه للفنانه الكبيره ناعمة سميح اللي الأستاذ عبد الله يعرفها وتسلم عليه دائما، وتسلم عليكم كلكم، وتشكر كل لجنة دائما. شكرا. ليه اخترت باباك طيب؟ لأنه الوالد هو المثل الأعلى بتاعي، هو اللي علمني، هو اللي أعطاني الإحساس، هو اللي عرفني على شيء اسمه الغنى. أوكي شكرا سعد. شكرا. سيجنا لبنان للعملاق وديع الصافي، تاني أغنية هنسمعها بصوت مروان علي من تونس. Thank you.
أنا لولا طلعت الشمال يا بيت زهر قلبي والشمالي أنا لولاكم طلعت الشمالي يا بيت زهر قلبي والشمالي لبنان الجنوبي والشمالي اخوة نيفي دنيا العراي ماماي 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 يا باي يا باي يا باي سيجنا لبنان عالبيت سياجو هالبيت العمران شعشع نسراجو سيجنا لبنان عالبيت سياجو هالبيت العمران شعشع نسراجو سيجنا لبنان علينا سياجو هالبيت العمران شعشع نسراجو سيجنا لبنان ما عاد في غيمي بالجو راح العتمة وطل الضو والبحر اللي كان كله نورة وهدية أمواج الإنسان ببيته بيرتاح بيمشي من غير جناح بيترك حاله للأرياح والعشب يغطي ترابه سيجنا لبنان علينا سياجو والبيت العمران شعشع نسراجو سيجنا لبنان علينا سياجو هالبيت العمران شعشع نسراجو مروان دخلك انا حكيتك باول غنيه لا احسن اريح راح احكي عن الغنيتين فرد مره يعني هيك بيكون المغنى هيدي شخصية نجم بالعربي المشبرح يعني وإن شاء الله أكون جوابتك أيمن نيح موفق مروان أنت ثبتت لي الأول من نص ساعة غنيت فيه إنك أستاذ بالمغنى مروان لو ممكن تساعد اي حد يجي على لبنان اي حد مشهور مشهور لازم يكون شخص مشهور تيجي على لبنان وتقضي يومين معاه او معاها ويقعدوا معانا في الاستوديو تقعد معانا في الاستوديو مين وليه فنان مشهور يعني نحب شيرين عبد الله شخص مشهور مش ضروري فنان اي حد نحب الفنانه شيرين عبد الله شيرين حبها برشا من عننا شيرين المصرية اي المصرية حبها برشا مصريين كلهم كده اقول لك ايه يعني زراف جدا عندك حق ليه خاطرها فنانة يعني وحساسة وصوتها حلو برشا و... وتعجبني الله 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 بعد الاعلان هنفكركم المشاركين غنوا ازاي وطبعا ختام الحلقة هيكون مسك لضيفتنا الفنانة كراول سماعة خليكم معانا Oh,
كل المشتركين غنوا أغنيتين، كل المشتركين محتاجين تصويتكم من النهاردة لغاية بكرة بحلقة النتيجة. فاضل أسبوعين عشان نعرف مين هيحمل لقب سوبر ستار، أسبوعين مهمين جدا. كارول، عارفين أن حضرتك عملتي أغنية وكل الأرباح راحت للأطفال اللي عندهم كانسر سرطان، قديه بتبقي مبسوطة مع نفسك بالموضوع ده هو، وهل عندك مشاريع بعد كده لنفس الحياة خيرية؟ أنا كل فترة بحب يعني كل سنتين ثلاثة أو سنة أقدم هيك عمل يكون إنساني. بحس إنه لازم كل فنان حتى يكون عنده دائما لفتة إنسانية، يمكن مش ضروري أنا سأبت هالمرة يمكن أطفال السرطان، بس ممكن حدا يعمل أغنية فيها موضوع إنساني. حلو هالشي، يعني وقت للتاني نتذكر انه في ناس عندها معاناة وننسى شوي رغوة الصابون اللي نحن المشاهير بنعيش فيها. شكرا كرام. خلينا دلوقتي نفكركم المشاركين غنوا ازاي، وبعد كده ختامها مسك. خليكم معنا. شفتك لو بوست خدودك لو مره يا لله، حس بروحي طير وطاير في العادي يا لله. اجمل نساء الدنيا فعليا انا، قدرت تاخد نفس ثانية من روحي انا، وعد مني ما احب غيرك بالوجود. لقينا الزمان اللي راح نسينا وناسي الجراح، كأنك ما غبتش سنين كأني ما عشتش حزين، حضنتك وكل حنين وطرنا روحي بزمان. أحلى من اللي معك عايشاه واللي وانا جنبك حساه، كنت قبلك مش فاكراه، عايز أعيش عايز أعيش عمري بيك عمري بيك، وانسى خوفي وانسى ضعفي بين ايديك. كل ده كان ليه 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 لما شفت عينيك، حن قلبي اليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك. ما عاد في غيمي بالجو راح العتم وطل الضو، ما عاد في غيمي بالجو راح العتم وطل الضو، والبحر اللي كان كله نورة وهدية أموال. شو بدي قول قدام الدنيا كلها، رح خلي كل الناس تعرف اخباري كلها. اسمعني شو بدي قول قدام الدنيا كلها، رح خلي كل الناس تعرف اخباري كلها. قلن يا حبيبي قلن هي اللي قلبي حبها، مادام القصة كبر ما عندي شي اتخبى.
ليش يتخبى بدي يا حبيبي بقربك كف سنيني واكبر حبك يا حبيبي بحبك قد الدنيا واكتر لكن الماضي كله نسيني هيدا يا عمري قدرنا ولا قوي بتفرقنا هيدا يا عمري قدرنا ولا قوي بتفرقنا كلنا سوا شكرا 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 على حضورك نورتي استوديو سوبر ستار شكرا جدا الاسبوع الجاي هيكون معنا في استوديو الفنان المصري ايهاب توفيق هنشوفكم بكره بالليل حلقه النتيجه الساعه 9:30 توقيت بيروت تصبحوا على خير